الذي وصف بالتاريخي، توقيع الرئيس بوتين على ضم 4 مناطق من أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي. ماذا لو بالفعل استمر القصف الأوكراني على تلك المناطق؟ هل يلجأ الرئيس بوتين إلى الخيار الآخر ألا وهو النووي التكتيكي؟ الحقيقي باوع يعني أستاذ محمد، يعني حتى نكون دقيقين في وصف التعبئة الروسية، يعني الروس قلت لك أنه أدخلوا 6 أنواع من الأسلحة المتطورة تقليديا، وهم أيضا قادرين على دج أكثر الأسلحة تطورا، وخاصة كما يسموها بالأسلحة التكتيكية النووية. روسيا لها يعني باع كبير في هذه القضية، تمتلك مستوى في الردع الاستراتيجي ليس بهين وليس بسيط، تمتلك قوات استراتيجية مهمة قادرة على الردع وقادرة على الوصول إلى الأهداف في أي لحظة. بالإضافة إلى ذلك، أنا لا أعتقد يعني أن الرئيس الروسي الذي يعني يقول أن هذا الجزء من أوكرانيا هو خاضع لروسيا، طيب، أعتقد أنه سيستخدم فيه قنابل نووية حتى تكون هنالك ردع للحكومة الأوكرانية. أنا أعتقد أن الرئيس الروسي سيكتفي بالأسلحة التقليدية المتطورة التي هي يعني تعتبر اليوم متطورة بالنسبة للسلاح العالمي التقليدي. ماذا عن التوسع الجغرافي لروسيا الآن؟ هذه المناطق تمتد مساحتها على نحو 90,000 كيلومتر مربع، والتي تمثل 15% من مساحة أيضا المساحة الإجمالية لأوكرانيا، أو ما تعادل بمساحة المجر أو البرتغال. ماذا أيضا عن هذا الأمر؟ بس عندي ملاحظة مهمة جدا، يعني روسيا أنت تعرف هي يعني بالمساحة تعتبر أكبر دولة بالعالم، فهي يعني تقدر بحدود 17 مليون كيلومتر، فهي لا تحتاج أن تضم 90,000 كيلو إلى أراضيها حتى أنه تكون أو يعني تعتمد على التوسع. بالعكس، أنا باعتقادي أن القضية قضية أمنية أكثر مما هي قضية جغرافية وقضية الحصول على موارد وإمكانات. القضية أكبر من أنه روسيا اليوم تضع نفسها في حسابات 90,000 كيلومتر حتى تكون أمام العالم بهذا الاتجاه. بالعكس، أنا أعتقد أن هذه 90,000 كيلو هي جزء من الأمن القومي الروسي، يعني القضية أمنية، القضية عسكرية، القضية تهديد، القضية أنه استباق لما يحدث مستقبلا تجاه روسيا من قبل الناتو وقبل أمريكا. إذن اليوم إحنا نضع العالم بين فكين أو بين قطبين. الآن روسيا تريد أن تكون القطب الثاني أو القطب المواجه للقطب الأمريكي باتجاه العمل ضمن يعني مناطق شرق أوروبا. فلهذا أنه يعني الأمريكان والأوروبيين يحاولون استفزاز بوتين باستخدام الأسلحة الاستراتيجية التي تأخذ البعد النووي.